دابا غندوزو نشوفو واحد الشكل اخر. هو هاد الشكل كيرجع فيه لفضل واحد السيده اللي ولات وليا ام فدوى. ام فدوى يلاه يعطيها الخير. ايوا هي كاع اللي تعلمتي من عندو شي حاجه تنقول له الله يرحم الوالدين، حنا كلنا كنتعلموا. الشكل اللي داز هذا تلعشيش، واحد الشكل اخر جاي، شي اربعه الشكل تقريبا كنا مع بعضياتنا وخدمناهم. كاع يعني الواحد كيدي غير رحمة الوالدين. كناخذو كرة كنلبسوها للعجينة. ما كنديرش دوارة وندير، انا كنخدم لان كنخدم لا كونتيتي ما يمكنليش. اه المهم كتخدمي على حسب. اه واخا تقطعت من هنا شوية. معليش معليش. المهم المبتدئات راه خصهم يسعفو ماشي هانت. ها هي دي دابا كتلمط كلها بالعجينة. وندوز عاوتاني نعاود نديرو تاني نفس العملية، نلمطو هادوك الكرات بالعجينة. كناخدو هاد المرشم هذا، اش كيقولوا لي هذا؟ تيقولوا الثومة. الثومة حيت هي فيها بزاف، كاين هذا وكاين هذا، يعني فيهم بزاف. ضروري كندوزو في الدقيق باش ما يتسكش في العجينة، وكنوركو باش كياخد الشكل ديال داك المرشم. حتى كنكملو الكمية اللي عندنا كاملين. دابا غادي ناخدو العجينة، نفس العجينة حتى هي كتلق رقيقة، وغادي ناخدو أبيض البيض. تقريبا تنديرو هادوك الحب هكا غير فدوك الحاشيات الصغيورين. اها هذاك المرشم، وكنديرو وريضات ويتبيكاو في الجنب. حتى كنعمرو داك الحريفات كلهم بدوك الوريضات، داك الحريفات كلهم بدوك الوريضات. ها هي كتجي هكا. لتحت كنديرو شويه شويه في الوسط، كنديرو الطابع اللي كبر منا. كناخدو حبه ديال اللوز وكنديروها الوسط هكا. الله يعطيك الصحة أمينة. عندك نديرو ثاني ابيض البيض، ونديرو وريضه الطابع اللي كبر منها، ونحطوها الوسط. ناخدو لوزه كنغطسوها ابيض البيض ونديروها الوسط. صافي حنا غنستمروا على هكا حتى نكملوا الكميه اللي عندنا كامله. دابا غندوزو نشوفو واحد الشكل اخر. كناخدو هذيك القطعه وكنديرو دوائر. كنشدو كره تاع الكره ديال اللوز، كنحطو في هذيك الدائره، كنديرو شويه في الدقيق وكنحطوها في هذا. ناخذ المرشم ديال هذا كنحطوها كندخلوها، ها هي كتاخذ لا فورم ديال الوريد. كنعاودو نديرو ليها القاع، اللي ما بغاش يدير القاع ما يديروش. هذه اسهل طريقه، انا تعلمتها ماشي بيه، انا تعلمتها بطريقه كتخلي لي شوت. ها هي ها هي ما فيها ما غنفيني ما والو. ها هي ناضيه.
نعود تاني كناخدو كرة كنديروها هيك باش ما يلصقش باش لي ما في يلصقش في الطابع، الطابع. كندخلها كنعاودو ونوركو باش تعطينا باش الشكل يعتكر. ديال هي هادي مفينية من المرسم. مازال كتفينا، مازال مازال كنعاود، مازال كنزيد ليها في المسفن. دابا هاد المطيبعات هما خارجين، دابا هما لي دارجين في الأسواق. ناخدو الكرة ديال اللوز كنديروها في هدي، ندوزوها في الدقيق ونديروها في المرشم ونعاود نحطوها. ندوزو دابا الفينيسيون. الفينيسيون ديال هاد الشكل غناخدو كناخدو العجينة، هذاك كنحيدو منو كنحيدو الوسطاني منو داك ديالو، الوسطاني كنطبع هكا. وريضات هيا كتجي دائرة، كنشدو تنديرو واحد ثلاثة الحراف كندهنهم بالبيض، بيض البيض، وكنشد هادي كنلويها كنروليها تي كيبقى ليا على ثلاثة الحراف اللي درت فيهم البيض. صافي سيتو كنلويوها النص ديالها تقريبا نص. ونلصقوها بأبيض البيض. وهادي انا خرجتها طريقه اخرى قبل ما نلقى هاد الطومبو، درتها طريقه اخرى بهذا. هو انا شفت الشكل مخدوم بهذا ومني بغيناه ما لقيناش. ملقي اشنو درت انا؟ شديت انا، غادي نوريكم اشنو درت. شديت هذا ودرت ليه هكا. اييه هاهو، تبارك الله عليك امينه. هاهو عطانا شكل اوفال. نعاودو وحده اخرى باش تشوفوا الشكل كيفاش كيكون. كتلوي هذيك الوريضه على النص ديالها وكتحطها فوق فوق داك فوق داك الشناف التشناف اللي باش هذا، ما باش يجيش يجي التشناف كله مقاد مع مقادين. بعضه.